السلام عليكم، الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم بدنا نشرح لكم عن طريقة عمل باب قشرة بلوط. طبعا الفيديو السابق احنا عملنا فيديو عن طريقة عمل باب شبيه بالنجرة، وهذا الباب راح يكون شبيه باب قشرة البلوط، تعمل فرزة الخشب فيه. خلينا نشاهد ونستمتع ونتعلم مع بعض كيف بنعمل هذا الباب. طبعا احنا قاعدين بنأسس بمادة الجليز. طبعا مادة الجليز بتندرج ضمن المواد او الدهانات الزياتية، طبعا البطيئة وليست السريعة، عشان هيك بتنحل بمادة النفط، وان ما وجد عندك النفط بينحل بكاز. وبواسطة الفرشاية الاربعة انش بندهن الباب بمادة الجليز، وبعدين بنفس الفرشاية بنجانس الدهان افقي وعمودي. يعني بدون ما تستخدم جليز بتبلش تعيد بالدهان افقي وعمودي عشان يتجانس معك الدهان على الباب. اكيد احنا ما بنستخدم الكمبريسه لانه احنا ما بدنا الدهان يجف مباشره. طبعا في مراحل ما قبل دهان ماده الجليز لازم تمعجن الباب، اما بمعجونه خشب او معجونه طلس، وبعد هيك بتحفها بورق حف 120 150 180، وبعدين بتعطيها وجهين فاينل سلك خشبي، افضل طبعا من الاندركوت. وبعد ما نجانس دهان الباب بنصبر من دقيقتين لثلاث دقائق عشان يتشرب الجليز مع الفاينل، اشي بسيط طبعا. وبنستخدم الاسطمبة، طبعا هاي الاسطمبات بتنباع محلات مواد البناء، بتلاقوها ومتواجدة بكثرة. طبعا هيك خربطنا بالفرزة لانه احنا استخدمنا اسطمبة كبيرة، رجعنا عدناها بالفرشاية لأنه الجليز أصلا لساته مش جاف. ومن الخلف بالاسطمبة بدنا نحاكي شكل فرزات الخشب، يعني احنا ما بدنا نستخدم الوجه، نستخدمها من الخلف، فيها شكل المشط، فرزات المشط، فهيك بنحاكي فيها شكل الفرزات الخشب ما قبل التجزيع. وبعدين بنلف الوجه الثاني من الاسطمبة وبنبلش نعمل شكل قشرة البلوط جنب بعض او بعدنا عن بعض مسافة بسيطة، بنحاكي فيها طبعا شكل قشرة البلوط. مبدأها سهل، انت بتمسك الاسطمبة وبتحركها لفوق لتحت شوي شوي، يعني بتحرك ايدك وانت بتنزل بالتمييل، وهيك بيطلع معك شكل قشرة البلوط. للمناطق الضيقة نستخدم الاسطمبة الأصغر. بإمكانك أنت على فكرة إنك تشتغلها بالاسطمبة الصغيرة مش بالاسطمبة الكبيرة، تمام؟ أو العكس حسب الفرزات أو المناطق اللي أنت تقدر تحرك عليها. شوف هنا مثلا ما كملت معي الاسطمبة، برجع بعيدها، بعدين برجع بعيدها من فوق إلى الأسفل لبينما يعطيني شكل قشرة البلوط 100%. يعني بإمكانك تعيد عليها، ما تخاف، ما بتخوفك انه مثلا خربت معك شكل الفرزه واجت ايدك مثلا بالباب، لكن انت بتقدر تغير بالشكل ما دام ولسه مش جاف، او ماده الجليز لسه مش جافه، فبتفرز فيها على الاسطمبه وبتعطي شكل قشره البلوط. طيب انا مثلا لو انه ما عجبني بعض الفرزات، تمام، برجع بعيدهم في الاسطمبة وبجانسهم ما دام ما انه بعده لسه الدهان مش جاف. وانا طبعا انا حاط هاي الشريطة ليش؟ عشان الزيادات من الجليز اني انظفهم فيها، طبعا خرقة قطن، هيبقى قطن افضل اشي.
طبعا هذا الفيديو اللي قبليه كان محاكاة لطريقة عمل باب شبيه المجانو، جاب 7500 لايك، وإن شاء الله هذا الفيديو راح يجيب 10,000 إن شاء الله إن شاء الله. طبعا بعد ما ننهي شغل الباب بنستنى الباب لما يجف من 6 إلى 7 ساعات أو لثاني يوم، وبندهنه بمادة البرنيش وجهين عشان يعطيني لمعة وقوة. وبالأخير مثل ما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ينقطع عمل المرء بعد وفاته من 3، واحد منهم علم ينتفع به. فهذا الفيديو إن شاء الله مقدم عن روح المرحوم الخال عقله خالد طلافحة وزوجته شاها شتاوي طلافحة. إن شاء الله أن الله عز وجل بتقبل، وإلكم مني ومن قناة بيت الأحلام للديكور كل الحب والاحترام. السلام عليكم.